سعيد بن عبيد الحميري من يأتي على الصدارة الأولى والمقدمة الأولى في هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. بينما المركز الثاني الوصول هناك على ثاني المراكز من سرابة مغير بن سالم بن حارب العميمي من تحتل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول من فدوة لأحمد بن سيف بن علي بن سعيد الكعبي بدأ يسير في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. الوصول من مفاجأة تاتي هناك المبارك بن سلطان بن مبارك الاجتبي بدأ يتدخل على المركز الخامس والمركز السادس. هنا أيضا الزعيمة مبارك بن جاسم بن براك المزروعي بدأ يسير. هنا أيضا خطيرة من الأسماء القوية والقادمة من الغربية تأتي في هذا الانطلاق مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. على المركز الخامس الوصول أيضا من سمحة شاهين بخلفان بن راشد المزروعي. وصل الصقار في هذه اللحظات ينطلق من مركز إلى آخر يأتي في هذه اللحظات، ولكن العين وصلت بالشعار الاقتصادي مروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. ناخذ المركز السابع، وصلت الطيارة تحلق في أجواء المرموم بقيادة خالد بن سالم بن سعيد بن حضير من تتواجد في هذه اللحظات، تسير أيضا إلى خطى الناموس تنطلق إلى المركز السادس أو السابع بالفعل. المركز الثامن الدرعية العبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي وصل على ثامن المراكز. والمركز التاسع تأتي هنا مشاهدين الشاهينية لمحمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، وهنا شاهينية بطي بن حمد بن حضيرم الاكتبي. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هكذا الانطلاق وهكذا الأسماء القوية والعملاقة العودة إلى مياسة على صدارة، مياسة على المركز الأول على الانطلاق الأول. مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من ينطلق مع مياسة يسير مع مياسة على المركز الأول. مفاجأة من تأتي على ثاني المراكز. هنا أيضا مبارك بن سلطان بن مبارك القتال الاكتبي وصل، أحد الشعارات الكبيرة والجديدة القادمة بانطلاقة الكبار يأتي على المركز الثاني. بينما المركز الثالث فدوة أحمد بن سيف بن علي بن سعيد الكعبي وصل في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم، ينطلق مع فدوة على المركز الثالث. سرابة من تسربت على المركز الرابع تأتي أيضا بالشعار. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مغير بن سالم بن حارب العميمي وصلت في المركز الرابع. المركز الخامس الخطر وصل في هذه اللحظات الزعيم محمد بن جاسم بن براك المزروعي، احد الاسماء القويه مياسه والزعيمه ايضا اسماء في هذا الشوط عملاقه ايضا وخطيره، ولكن وصلت سمحه، وصل الصقار في هذه اللحظات، ايضا شاهين بخلفاء بن راشد المزروعي. وصلت العين، وصلت العين ايضا بشعار مروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري. يصل في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام المركز الثامن. الوصول أيضا من اللي هي الطيارة لخالد بن سالم بن سعيد بن حضير الاكتبي. ركز يا نويصل ركز في هذا الشوط، نبغي نقطة أيضا لهذا الشعار، ولكن هناك أيضا الوصول مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من الشاهينية محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري بدأ يسير بن طويلب، أيضا شعار يا ريان بالفعل يأتي في هذا الشوط. وهناك أيضا القادمة الدرعية عبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي، والقدوم الاخر من الشاهينيه بطي بن حمد بن حضير الاكتبي. هكذا النتيجه ونيدان الثاني مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. اعود والعود احمد الى الصداره الاولى الى الثلاثيه الاولى، مياسه يا مياسه على المركز الاول على الانطلاق الاول. هناك مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يقدم مياسه في هذا الشوط، ولكن القتال واصل ابو سلطان مبارك بن سلطان بن مبارك القتال الاكتبي بدا يسير ليقدم مفاجاه في هذا الشوط، ليقدم مفاجاه في هذا الشوط. والشعار الذي
الذي يحمل هذه الإشارة والعلامة الرائعة بالفعل هنا في أيضا هنا في الراكب الآلي وفلبطان. أشكرك على هذا الاختيار يا الجتال. على المركز الثاني مفاجأة سرابة، وصلت سرابة، تدخلت سرابة القادمة من العين والقادمة بوجه التحديد من ميدان أبو سمرة. يأتي أيضا مغير بن سالم بن حارب العميمي بقيادة راعي حمرة ناصر بن مغير، أيضا أحد شبابنا المضمرين يقدم هذا الاسم، ينطلق مع هذا الاسم على المركز الثالث. بينما الدخول هنا الوصول من سمحة، وصل الصقار ليقدم سمحة، شاهين بخلفان بن راشد المزروعي يتسلل من عمق الميدان لياخذ بساط المركز الرابع، ولكن العين احد الاسماء البارزه ايضا. العين وصلت مروان بن فري بن غانم بن حموده الظاهري، تاتي على المركز الخامس. الله 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 الله، الرقصه مع الكبار، الاداء الكبير، الانطلاق المثير. بن طويلب وصل ليقدم الشاهينيه، محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري يطالب في نقطه ذهبيه، يطالب في سيارة هذا الشوط. الكبار الله 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 الله، بن مطوع وصل في هذه اللحظات. عبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي يقدم الدرعية، ايضا قادم للمنافسة القوية من خلال الدرعية. هنا 3 كيلومترات المتبقي، ولكن ايضا القادمة من الجانب الاخر والمنطلقة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام فدوى احمد بن سيف علي بن سعيد إلك عبي وصل، والدخول أيضا من الشاهينية بطيب الحمد، أيضا بن حضير ملك تبي وصل هنا، والزعيمة قادمة، الزعيمة متربصة للانطلاقة، تأتي مع محمد بن جاسم بن براك المزروعي. أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى التغيير الذي جرى وطرى. مفاجأة يا مفاجأة، مفاجأة مبارك بن سلطان بن مبارك الجتال الاكتبي بدأ يسير إلى الصدارة الأولى، بدأ يسير إلى مقدمة هذا الشوط. هنا مياسة، مياسة أيضا أحد الأسماء القوية والعملاقة. هناك مطر بن سعيد بن عبيد الحمير اللي وصل، وسرابة مغير تسللت من الجانب الآخر. هناك ايضا مغير بن سالم بن حارب العميمي يقدم سرابة، والعين يا العين وصلت، وصل الشعار الاقتصادي مروان بن فري بن حمودة الظاهري، وبن طويلب، بن طويلب بدأ يدخل في الفايف ستار، بدأ يسير ليقدم الشاهينية. محمد بن ناصر بن طويلب ينتقل من مركز الاخر، وصلت الدرعية لعبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي، والصقار قادم مع سمحة، وهناك الزعيمة محمد بن جاسم ابن براك المزروعي. يا سلام على هذا الشوط، الاداء الكبير، الانطلاق المثير، التحدي في هذا الشوط. الله 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 الله، ارى شعار بالشاوي ايضا قادم مع ضبية، قادم مع ضبية في هذا الشوط، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى العين، العين على الصدارة. مروان بن فري بن حمودة الظاهري بدأ يظهر الشعار الاقتصادي أيضا مع الكبار، مع انطلاقة الكبار، ولكن مفاجأة، مفاجأة لمبارك بن سلطان بن مبارك الجتال الاكتبي يأتي على المركز الثاني، سرابة على المركز الثالث، مغير بن سالم بن حارب العميمي. الله 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 الله، وصل بن طويلب ليقدم الشاهينية في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. محمد بن ناصر بن طويلب يتواجد مع الشاهينية، والوصول من مياسة، أيضا هناك مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، وهنا الوصول من الضبية سيف الراشد بن سالم بالشاوي، وصل، وصل بالشاوي. الأسماء القوية، الزعيمة قادمة، الزعيم محمد بن جاسم بن براك المزروعي. الله 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 على هذه الأسماء القوية. شوط المحليات، الدلال الأصايل تنطلق في أيضا هنا مشاهدين الأعزاء جولتنا الثانية. هنا 1200 وصل بن مطوع، وصل مع الدرعية عبيد بن حمد بن مطوع. هنا العين، هنا مفاجأة، العين المملوكة لمروان بن فري بن غانم بن حمودة الظاهري. الشعار الاقتصادي يدخل أجوائي الكيلومتر الأخير بمرافقة مفاجأة، يتواجد مبارك بن سلطان بن مبارك أيضا
القتال للجبي بدا يسير، ولكن بن طويلب بن طويلب هو يطالب بنقطة ذهبية. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، محمد بن ناصر بن طويلب المنصور يعود، اعود الى الصدارة الاولى، اعود الى الصدارة الاولى، اعود الى شعار بو سلطان مبارك، بو سلطان بن مبارك. القتال للجبي يتواجد مع مفاجأة، ولكن العين العين القادمة مروان بن فريب غانم بن حمودة الظاهري الظاهري. الله 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 الله، الفوز والانتصار، الفوز والانتصار. هنا الأمتار المجنونة، الـ400 متر الأخيرة. الله 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 الله، مفاجأة مفاجأة، العين مفاجأة مفاجأة على الصدارة على المركز الأول. يتواجد مبارك وسلطان بن مبارك الكتبي، ولكن العين العين تحركت، العين تحركت. مروان بن فريب بن حمودة الظاهري الظاهري. الله الله الله، ما زالت مفاجأة، محاولات العين محاولات العين. مروان بن فريب بن حمود الظاهري، ولكن مفاجأة مفاجأة. أهالي العوير وأهالي العين، مبارك بسلطان بن مبارك الجتال الكتبي يتواجد على هذا الشوط. شكرا يا سعود الحبسي، شكرا يا سعود الحبسي على هذا الأداء الجميل. هكذا مفاجأة، مبارك بسلطان بن مبارك الجتال الكتبي. المركز الثاني العين، مروان بن فريب غانم بن حمود الظاهري. والمركز الثالث من وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء هنا سمحه لايضا شاهين بن خلفان بن راشد المزروع المركز الثالث. كانت هناك ايضا شاهينيه محمد بن ناصر الطويل بالمنصوري المركز الخامس. هناك سرابه هي ايضا من توصلت لمغير بن سالم بن حارب العميمي. هكذا مشاهدينا الاعزاء القتال فاز في هذا الشوط مهديا اهالي العوير من خلال مفاجاه هذا الشوط. اشكرك، شعار جميل واداء رائع 12 دقيقة، وأيضا بداية رائعة وجميلة 56 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمبارك بن سلطان بن مبارك الجتال الكتبي، والتحية أيضا موصولة لسعود بن علي الحبسي على التواصل من خلال الأداء الجميل ومرافقة هنا مفاجأة في هذا الشوط. المركز الثاني قدمت عرض رائع وجميل، الله يقول الحق، اللي هي العين مروان بن فريب بن حمودة الظاهري، أداء نجومية رائعة في المركز الثاني حيث قطعت مسافة السباق. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذا الشوط حصلت على المركز الثاني في 12 دقيقة أيضا 58 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمروان بن فريب غانم بن حمودة الظاهري. والمركز الثالث هناك الدخول من سمحة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، وصل الصقار ليكون أيضا مقتنصا هنا المركز الثالث. تهانينا أيضا وثباوية بالفعل من خلال تواجد شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي في المركز الثالث. 13 دقيقة 9 ثواني جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. التقينا بالفرح واحنا حبايب، والمحبة من سلف فلا خلف. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة يتجدد بحضراتكم لقانا في أشواطنا المستمرة في 8 كيلومترات ورقص الكبار في المرموم. ويا مجمل الرقص مع الكبار في هذا الصباح، أشواط العمالقة وأشواط هذا اليوم الجميل والرائع بالأثار والحماس في ميدان المرموم، تتواصل وتنطلق بهذا الاندفاع وبهذا التحدي. الشوط السادس أعلنت قبل قليل بداية انطلاقته، وهو الخاص بالحول المهدنات الأصايل.